بسم الله، السلام عليكم ومرحبا بكم عندي ومرحبا بي عندكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الحل اللي قلت لي تيكونوا معصبين تيكونوا يغوتوا. جبت لكم واحد الوصفه سهله وعندنا طبيعة الحال عندنا في البيت. هذه اللويزة ما عرفش اش تيقولوا لها باقي الدول، وهذا الزعتر، هذا الزعتر، الزعتر واللويزة. الوليد الى ولا البنية 3 سنين 4 سنين تيقول المشكل ديالو معصب معصب، هو هاد الاعشاب جوج راه عندهم منافع كثيرة. هاد الزعتر ما تيخليش البرد الا كان في الصدر، الا كان الوجيع عنده في الكريشة، وهادي مهدئة يغوت ما كتعرفيش شنو عنده، تيبكي ما عرفتيش. المهم من غير اللي عنده شي امراض، انا كندوي غير الوليد تيكون معصب، انا تنديرها الوليد عندي بعدا زوينه تنغلي الماء تندير لي واحد البريق بحال شكل اتاي، تنهز غير قد هكا قل تنديرها في الماء، غير كتغلى مجرد ما تغلى كنطفي البوطه تنحليها لي وتنعطيه يوم هادي ويوم هادي. هادي مثلا كترش ثاني تندير كده هكا غير شويه تنديرها ثاني في الماء شحال بغيتو، جوج الكيسان ثلاثه اربعه بريق اللي كيهز لكم العدد اللي بغيتي. انا باقي الوليد عندي تيشد الرضاع، هو صافي راه كبر تبارك الله راه 3 سنين ولكن باقي تياخذ الرضاع. ملي تيشد الرضاع تلقى لي فرصه عوض عصير حليب راه تيشربو بالكاس، ولكن الرضاع ضروري خصو ياخذها، ندير لي فيه اللي بغيتي ديري خصو يشدها. يلا كنحاول معاه باش يحيدها ولكن هو معصب. مني جربت هاد القضيه هادي ما بقاش شويه نقص، تنعمر لي بريق تيهز 4 الكيسان تنحل ليهم وكنخليه كيدفى شويه تنعطيه في ديك الرضيعه ديالو. في الصباح ملي تيبغي يخرج للحضانه ديالو تنعطيه لي في الكاس، تيفطر بهذا ولا تيفطر بهذا. عوض يشرب اتاي ولا الحليب، دابا الا شرب ليا الحليب تيجي الوجع كيخرجوا مع ديك 11 ونص المصيرنات ديالو تقطعوا. ملي وليت كنعطيه هذه في الصباح خطره هذه وخطره هذه، وليت تيجي جيعان تياكل مفتوحه ليه الشهيه ما بقاش كيغوت كيف كان. مني سولت عادي واحد العشاب قال لي الويزه راه زوينه للدراري الصغار تيعطوهم ليهم مني كيتزادوا، تيعطوها للام اللي تكون عندها العمليه، تيعطوها للناس اللي تيديرين اوبيراسيون، يعني قال لي راه زوينه. دابا هذه ما كتخطانيش من الدار، تنجيبها خضراء 2 دراهم ربيطه كنصوصها هكا في تتنشف هكا في الظلم تديرهاش في الشمس صافي، كنديرها في الحك ديال الحليب الغبره هذاك زوين هذاك تبقاو تحتفظوا به ما تيخسرش الحاجه اللي تيديرها فيها. كندير فيها الزنجلان، ندير فيه الزعتر، الحكيكات مخزناهم. المهم حيت داك الدخله اللي عنده اينوكس يحافظ على هاد صافي. الطريقه سهله وفي متناول الجميع. الوليد اللي تيبكي بزاف وراه حتى الكبار مزيانه اليوم كنعطيه مره هذا مره هذا مره هذا وما تنكثرش، واخا تيبقى صفيفر دابا ولف عليه زوين. هادشي اللي كاين، كنتمنى هاد الفيديو عجبكم، واللي ما عندوش الويدات الله يعطيه، واللي عنده الله يخليهم ليه، واللي مريض الله يشافيه. هادشي اللي كاين، السلام عليكم.